انت اكيد سمعت الصوت هنا ها؟ حلو قوة يا ابو ابراهيم. حلو افتح ولا اغلى الباب. وهلا دقيقة على خلنا يا ابو ابراهيم الرجال عنده ديج يقول قيمته يمكن 2000 ديج مربيه على يده والرجال فاقد الديج حقه اذا الديج يبى عندك طلع لا تفش جايب الديج هنا مريوي ايش جايب هنا الرجال يقول سامع صوته هنا في غرفتك ديج في غرفتك هذا الرجال هذا الرجال يقول سامع الديج في غرفتك يا ابو ابراهيم دقيقه على بس دقيقه كانك فاتح الباب دقيقه على دقيقه على خلاص خلوا جيبوا له ماي جيبوا له ماي وسع صدرك على وسع صدرك على وسع صدرك على انت مربي الديك خلاص يا علاء ان شاء الله الديك تحصله ان شاء الله تحصله دقيقه على دقيقه ابو ابراهيم حبيبي دقيقه بس دقيقه تعال ابو كبريت تعال خليك النور يما على عطى علاء يبا ماي اللي زعلان علاء يبا ابو ابراهيم حبيبي إذا ديك الرجال عندك بطل لأن ترى سمعتنا بتصير سيئة والرجال بيقدر يتكلم علينا على آخر زمان على ديك كلك الرجال سامع صوت الديك في غرفته أنا ما أخديش فيكم أنت أصبر لا تفشلني يا رجال ديك بعشرين ريال بثلاثين ريال نشتري ديك تصير آخر زمان نصير حرامية الدياج ديك ديك يا رجال أولك الدجاج البلدي روح تأخذك عندك هنا صح جايب الديش الريو وجايبه ما حجي فتش يلا فتش خلاص خلاص الرجال يقول اليوم الصبح سامعك تسولف مع الديش انا هذا كلام علاء يقول من النوم يلا يلا يا علاء علاء تعال سوي تفتيش خله يفتش يبقى بنفسه لا تعفز الغرفه لا تحبس يا ابو ابراهيم خلي يدورون عشان يتاكدون يا ابو ابراهيم شوف شوف تحت شوف تحت 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 منه ابو ابراهيم ورا 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 ذي ورا ذي شوف ورا ذي لا بجي ورا لا بجي تعال تعال الصوت منه حصلت يا ابو ابراهيم لا بلا غره لا تحمون ولا بلا حجره شيء ابو ابراهيم وسع صدرك اسمع 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 وين وين طلع ابراهيم حط الديك في الشنطه الديك في الشنطه استخبيت يا هز استخبيت صوته مغنوط وخر 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 اول مره جبت الديك انت تعتذر من ابو ابراهيم تعال ابو ابراهيم ابو ابراهيم حبيبي علاء علاء بيعتذر منك تعال يا علاء تعال حبيب قلبي والله انا اسف ما يصير كذا عفسني انا حبيب قلبي انا اسف خلاص مقبول عذرك بس تسوي كذا مره ثانيه خلاص خلاص اخر مره يا علاء ما تسويها مره ثانيه خلاص زين